الفقرة بتاعتي الجميلة اللي هي فيها حاجة حلوة، ودايما مصر فيها حاجة، مش حاجة واحدة، حاجات حلوة، بس الفقرة اسمها فيها حاجة حلوة. منتخب مصر للسباحة التوقيعية يبلغ أولمبيات باريس ضمن منتخب مصر للسباحة التوقيعية التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقرر إقامتها العام المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس. وتأهل فراعنة السباحة التوقيعية إلى الأولمبيات بعد صعودهم إلى نهائي الفرق في بطولة العالم للألعاب المائية المقامة بمدينة فوكاكا اليابانية بمجموع 179.03 نقطة، يحققوا أفضل مركز أفريقي في البطولة متفوقين على جنوب أفريقيا. كل التحية والتقدير لبناتنا الجميل اللي رافعين راسنا دايما يا رب بالحاجات الحلوة. لاعب سموحة يحصد المركز الثاني وميدالية فضية ببطولة العالم للبلياردو الفرنسي والتنس، يحقق 5 مراكز بالبطولة الدولية. حصد لاعبو التنس في نادي سموحة 5 مراكز بالبطولة الدولية للتنس لعام 2023 والتي أقيمت على ملاعب نادي شماس. وقال المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة الرياضي أن لاعبي النادي أحرزوا 5 مراكز في البطولة، وأضاف عامر أن سامح سيدهم لاعب نادي سموحة للبلياردو الفرنسي حصد المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة العالم للبلياردو الفرنسي التي أقيمت في مدينة بورتو بالبرتغال، ويقفز إلى المربع الذهبي في التصنيف العالمي ويصبح الرابع عالميا في إنجاز تاريخي لمصر ونادي سموحة. ألف ألف مليون مبروك. كمان عندنا مدربة الغوص كاتي ظريف تقود السائحين في غطسات ليلية إلى أعماق البحر الأحمر. كاتي ظريف عندها 43 سنة وهي الدليل ومرشد تحت الماء، بتقود عشرات السياح للغوص. طبعا الأجانب مغرمين جدا بالغوص تحت الماء وخصوصا البحر الأحمر عندنا والتريجر اللي موجودة تحت في أعماق البحر في غطسات ليلية على ضوء القمر تتحمل مسؤوليتهم كاملة. انتقلت كاتي للعيش في دهب 2002 وعملت في مجال الانيميشن حتى أصبحت قائدة لفريق الانيميشن في إحدى الشركات الإيطالية. بدأت الغوص كهواية لكنها شغفت بهذه الرياضة، حصلت على المزيد من الكورسات والتدريبات حتى أصبحت مدربة غطس معتمدة، وأنها تستمتع كثيرا بالغطسات التي تقوم بها ليلا على ضوء القمر لرؤية الأسماك الملونة والشعاب المرجانية النادرة. كاتي لها العديد من الأنشطة الأخرى التي تمارسها في دهب، فهي ممثلة مسرحيات قصر ثقافة دهب، كذلك كانت أول مسحراتي بدهب في ليالي رمضان. جميلة يا كيتي وبجد بجد سو براود. كمان عندنا مينا، يا رب تكونوا لسه فاكرين مينا. مينا أصبح لاعب ممتاز في السويد، ده اللي اترفض عشان اسمه الكابتن إكرامي، يعني قال له روح غير اسمك وبعدين ابقى تعالى العب بعد ما يعني عدى الامتحانات كلها والاختبارات كلها ووصل الورق في ايدين الكابتن إكرامي، وللأسف ده كان القرار بتاعه ان هو ما ينفعش عشان اسمه مينا. بعد ان طرده الكابتن إكرامي من الاهلي، مينا صام بقى حارس مرمى ناشئ في اكبر نادي في السويد، وهيبقى نجم كروي عالمي وربما يكون بشهرة مو صلاح. وفاكرين طبعا حكايته مع حكاية مينا لما الولد نجح في اختبارات النادي الأهلي واقتنعوا أهله بيه أو اقتنع الأهلي بيه، لكن بمجرد الورقة شافها رئيس اللجنة كابتن إكرامي قال له معلش يا حبيبي ما تنفعش عشان اسمك. الولد انكسر وبكى
وصوت صراخه وصل للميديا ولإعلامنا، وكانت المشكلة في 2016، لكن الله أراد، وزي ما بابا كاتب له في الموت مخارج، فوصل الخبر وتعرف في العالم ولدولة السويد التي أرسلت له، وسافر وانضم لأكبر الأندية، وهيحصل على الجنسية السويدية. شكرا كابتن إكرامي لأنك كنت السبب برفضك لمينا في إتمام مقاصد الله بتعصبك وعنصريتك. يعني بيفكرنا باللي حصل مع الدكتور السير مجدي يعقوب. دي الحاجات الجميلة وفيها حاجة حلوة، ودايما هتبقى فيها حاجة حلوة حتى لو كان فيها ثغرات صغيرة، بس هم دول لا يذكروا. مصر قيمة وجميلة، وأهلها وشعبها فوق الكل. ربنا يبارك فيها يا رب ويحفظها. أمين.